النهاردة هتبدأ دور الثمانية من البطولة العربية. طبعا شكرا لكل الناس اللي خرجت من البطولة وأدت أداء مشرف وأدت أداء بطولي وشرفت بلدها، وعلى رأسهم طبعا نادي الزمالك اللي هو من عندنا من مصر. ومبروك لكل الفرق اللي اتأهلت اللي هم الثمانية. فتوقعاتنا سريعا كده للي هيحصل النهاردة وبكرة. النهاردة الماتشات هتبقى السد والشرطة والاتحاد والهلال. هو في ماتش النهارده هيبقى قوي قوي، وفي ماتش بكره هيبقى قوي جدا جدا جدا، يعني الاثنين في ماتشين كده في دور الثمانيه دول هم اقوياء وصعب التكهن بمين فيهم ممكن يفوز. لكن خلينا نمسكهم واحده واحده. النهارده هيلعب السد والشرطه. السد والشرطه فريقين محترمين، فريقين عملوا اداء حلو جدا في البطوله، بس اتوقع السد هيعدي الشرطه. السد عنده خبرات اكتر، نفس الوقت عناصره اقوى. ولو بالنسبه للشرطه بقى، الشرطه يعني مش هتقدر ان على قد ما هتعمل مباراه حلوه، بس مش هتقدر ان هي تتجاوز السد. الاتحاد والهلال، ودي بقى لقاء العمالقه، او لقاء زي ما يقولوا كده ايه، لقاء النجوم الكبيره، لقاء الصراعات زي ما بيقولوا. هيبقى ماتش صعب التكهن فيه، يعني صعب ان انا مثلا اقول ده او ده. فيعني انا ارجح كفه الاتحاد اكتر. يمكن الاتحاد متزن ودخل في مود البطولة افضل من الهلال. الهلال على قد ما كده هو عمل ماتشات في يعني الماتش الاخير ليه كان تحفة جدا، هو اللي خلى صعد. فمش عايزين نغامر قوي، بس يعني اتوقع الاتحاد ممكن يعدي. تمام. لو هنتكلم بقى في اليوم اللي بعده، الرجاء والنصر. والرجاء والنصر ده الماتش التاني اللي انا بقول لكم عليه، اللي هيبقى يعني ماتش حقيقي هتستمتعوا بيه جدا، هتستمتعوا بيه جدا. فهو بص مش عارف اقولها ازاي، بس النصر هيعدي. يعني برغم الموضوع ده النصر ممكن يعدي بخبرات اللعيبه الجديده اللي معاه، لو الرجاء عرف ان هو يدافع كويس ويقتنص هدف الموضوع هيختلف. الماتش الاخير بقى اللي هو الشباب والوداد والوحده. الشباب والوحده الماتش برضو هيبقى حلو، بس اتوقع الشباب. انا قايله من البدايه، الشباب انا حاسس ان هو حصان الاسود بتاع البطوله. فريق من ساعه ما دخل البطوله لحد وقتنا الحالي وهو ماشي بشكل متزن، برغم عدم وجود نجوم فيه كبيره قوي، بس فريق متزن مكتمل العناصر بتاعته، بيعرف ازاي يدافع وازاي يهاجم وازاي يستحوذ على الكوره وازاي يجيب اهداف. فاحنا هنتفرج على مباراه حلوه، بس الشباب في الاخر هو اللي هيصعد. وبعد كده هنشوف نص النهائي بقى، التكهنات او التوقعات بتاعتنا هتكون ايه. مستني تعليقاتكم تحت تقولولي كل التوقعات بتاعتكم. سلام.